قامتا بتكانو إلى شو تاسا قخمتا وانطرطد لشانة سورة بلعزة ديا كل مدن خايا مع رواية وقا عما ديا كل بكل الدنيا ودي لنا إيت بقو أطرا ديا ونيشا ديا إلى خميتا دليشانا ومخت يطخ لشانا طاعا مردوتا ديا وهيوتا ديا وأول نيش ديا دزوتا د شو تاسة بيت كانو إنا إدانا دخزيلا بقامت تبقوالا من هدامة كابني مخرابي عمانييل وكل هدامة ديهلة كابني خزيلا إيت رابا من ديانة لخمي لو يضالي ومصيلا بلخخ مو يضالي بأرخا أرخا اد ماصي هيرا وماصي مهيرخ ويضال ماطخ النيشة ديا خزيلا كابني مخشو تاسا دقيت قاوي ايقرتم شيخيتا طعنتا خبة وخبة قا كل ناشي د أطروات ديا وقا أطروات مدن خمس عايا موني شيدا اللي هي كتيو انطر دولي شو نصريويا بتر العزاء ومدن حويا ومعربويا وني شو هي دوشو توسط كابني يوزي فموني شانو هاوي بنديدا ودوشو توسط كابني ترميوثو غلب مشاح الفي بغلب قابه ما ترميوثاني كيتو دمينا ازمر يوثي وكيت بنديدا ترميوثي زي يمكن ما ترميوثي قاموية دهاون بنديدا دوشو توسط كابني هي افلام كرتون نينو مية سين من غلب دمينا سيزنات وغلبة كريليوثي وكتلان شيشلت أولف بيث سيمو ديسا بترير عزي مدن حوي ومعربويو وكتلان أبات تلحومي ما تلحومي تسيمي كتلان مو تلحومو تكانو جيس وسملن ويب سايتات كيت حامن اشمي كانو نيمس وكتلان ترميوثي حيني خدمين اخدا كثوي كون كثوي مشحل في كون مني قريتو ديول في حايدة بمجغة سريوية وكثوي كون لورشومو ومقونو ثود لزعوري بس كثوي ايضا كوي أبي تلحومو اشمي بتكانو ريدر هي سي مترميوثي دسندلن أبي كابني من خلال الدعم المستمر لمنظمة كابني قدرنا ننسق وننظم عدة جولات مختلفة وصلنا فيها لمناطق جديدة خاصة من خلال طباعة الكتب اللي قدرنا نوصلها لأكبر عدد ممكن من الأطفال من خلال الكنائس أو المدارس بمناطق مختلفة إن كان بسوريا أو بالعراق من خلال جولتنا للعراق كان تنظم عدة تدريبات مختلفة بمجال المحاسبة لأنه كتير مهم وضروري عم نستفاد منه لنقدر نكمل مشاريعنا باسم مؤسسة بيت كانو نحب نقول ألف مبروك في الذكرى 30 لتأسيس منظمة كابني وبالتوفيق والنجاح الدائم للسنوات القادمة.